السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناتي سول عقارة اسكندرية شاطئ النخيل. بنقدم لحضراتكم النهاردة عرض جديد وشقة مميزة جدا، 3 غرف نوم بسعر لقطة وتشطيب ممتاز. موقع مميز جدا بجوار شارع 10 والخدمات العامة داخل قرية اكتوبر العجمي شاطئ النخيل. شفنا بعض واجهة العمارة، وعندي هنا موجود ده المدخل، بوابة وحارس خاص العقار ممتاز جدا ما شاء الله. وعندي هنا كمان اسانسير وحارس خاص. عرض في الطابق الثاني علوي. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ مع بعض العرض. دي شقتنا اللي فيها العرض، ودي شقة الجار، وعندي هنا دي شقة الجار التالتة. يبقى الدور عندي على 3 شقق. على شمالنا هنا موجود عدد الكهرباء الخاصة بالوحدة، عدد قديم. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله تبارك الله، ربنا يا رب يكرم ويبارك لصاحب النصيب. اول حاجه بتقابلني هنا صاله توزيع للمطبخ والريسبشن، وعلى شمالنا موجود طرق التوزيع لغرف النوم والحمام. بسم الله الرحمن الرحيم، عندي هنا ده المطبخ، مطبخ امريكاني شطب كويس جدا. على يمنا هنا موجود ريسبشن كبير ومربع ما شاء الله، مشطب كويس جدا، تشطيب فوق الممتاز، تشطيب جبسون بورد بالون حادية وديكورات ممتازة جدا سي ان سي. ما شاء الله شغل جميل ومميز. رؤية المطبخ عندي هنا من الأمام. ندخل نبص مع بعض على غرف النوم والحمام. عندي هنا طرق التوزيع، على يمنا موجود أول غرفة نوم، ممتازة جدا ما شاء الله، مشطبة كويس جدا، تشطيب ممتاز، تشطيب جبسون بورد بالوان هادية وديكورات ممتازة. الغرفة دي بتطل على الممر بين عمارتين. بعد منها مباشرة موجودة عندي هنا الغرفة التانية، ممتازة جدا برضو ما شاء الله، ومشطبة كويس جدا، تشطيب فوق ممتاز، تشطيب جبسون بورد بالوان عالية وديكورات ممتازة. وعندي هنا دي الإطلالة بتاعتها بتطل على نفس إطلالة الغرفة الأولى. وصدها وشطها موجود عندي هنا الحمام، بعد منه وشطها موجود عندي الغرفة الثالثة. دي تالت غرفة نوم، متشطبة كويس جدا برضو، تشطيب جبسون بورد.
ألوان وديكورات مختلفة. وعندي هنا دي الإطلالة بتاعتها، موقع سكني، ممتاز جدا ما شاء الله. نطلع مع بعض نشوف رؤية الشارع ونشوف البلكونة. ما شاء الله عندي هنا بلكونة ممتازة جدا. وتطل على الشارع عرضه 12 متر. موقع مميز جدا يصلح للسكن الدائم والمصرف والاستثمار العقاري. عندي هنا دلوقتي ريسبشن من زاوية تانية، وكده العرض بتاعنا يكون قد اكتمل. ونتكلم مع بعض على تفاصيل وحدتنا بالكامل. بسم الله الرحمن الرحيم. عرضنا النهاردة من قناة صول عقارات في اسكندرية شاطئ النخيل، شقة مميزة جدا في الطابق التاني علوي، تاني طابق بعد الأرضي. العمارة عبارة عن 5 طوابق، وعرضنا في الطابق التاني، موجود أسانسير وحارس خاص للعقار. والشقة مسجلة في جمعية 6 أكتوبر القوات المسلحة، وكاملة العدادات كهرباء مميزة. احنا عارفين بنستلم آخر فواتير بتاريخ اليوم. المساحة الإجمالية للشقة 120 متر، عبارة عن 3 غرف نوم كبار وريسبشن كبير ومربع ومطبخ أمريكاني وطرق توزيع الغرف وحمام وبلكونة كبيرة. السعر 280,000 جنيه كاش، السعر بالدولار 15,000 دولار. ومن داخل المكان كان مع حضراتكم أحمد بهجت صاحب قناة صول عقارات في اسكندرية شاطئ النخيل. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك الجميل بتاعكم، تشتركوا معانا كمان في القناة وتفعلوا الجرس على كل عشان يوصلكوا كل جديد في عقارات اسكندرية شاطئ النخيل. ما شاء الله عرضنا كويس ومميز جدا جدا، وربنا يا رب يكرم ويبارك لصاحب النصيب. نشوفكم ان شاء الله على خير في شقة جديدة وعرض جديد وعقار جديد مع قناة صول عقارات في اسكندرية شاطئ النخيل.